السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين الحلوين في كل مكان، يا رب تكونوا بأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد، ربنا يا رب يجعله عام سعيد علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. النهاردة هعمل لكم ريفيو عن كتب قطر الندى تاتا تاتا، المنهج الوزاري الجديد لكي جي 1 أو المستوى الأول. أنا صورت قبل كده في فيديو تاني كتب التأسيس، إنما النهاردة دي كتب المنهج الوزاري. الفرق بينهم ان كتب التأسيس ده لطفل لسه ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب وما حفظش الحروف، فهنبدأ ان احنا نشتغل معاه تأسيس طبعا. انما المنهج الوزاري ده الكتب المفروض نشتغل منها مع الاولاد لو هما متأسسين وعندهم خلفية عن الحروف وايه وحافظينها والكلام ده. طيب هنشوف مع بعض كتب قطر الندى، وطبعا انا بصور لكم كل الكتب الخارجية زي ما قلت لكم قبل كده علشان اساعدكم في الاختيار، تمام كده؟ عشان لما نروح المكتبة نبقى عارفين المحتوى ايه بتاع الكتاب، وما نضطرش ان احنا نشتري كتاب عشان نجربه، او ولو ما عجبناش بعد كده طبعا هيبقى صعب ان احنا نرجعه او الكلام ده. فالنهارده دي كتب قطر الندى اهو، هصور لكم في حلقات تانية برضو الكتاب اللي انتوا تحبوا ان انا اصوره، اكتبوا لي تحت في التعليقات وعرفوني وانا ان شاء الله هبقى معاكم دايما. طيب ده اول حاجة، كتاب اللغة العربية لقطر الندى زي ما احنا شايفين، ده الغلاف بتاعه. طبعا هو الالوان بتاعه قطر الندى دايما جذابه جدا، بتعجب الاطفال قوي، وهنا الغلاف برضو بارز، الرسومات اللي عليه بارزه. تمام، هنشوف مع بعض محتوى كتاب اللغه العربيه. طبعا هم عاملين لغه عربيه والرياضيات، ماشي، وهنا الانجليش الكونكت بس، تمام، الكونكت بلس مش بيعملوا خلاص كده. طيب العربي، اول حاجه هنشوف المحتويات بتاعه كتاب العربي. طبعا هنا اهو الخطة بتاع توزيع منهج رياض الاطفال اللي هو كي جي 1 المستوى الاول، الفصل الدراسي الاول. طبعا على محورين، المحور الاول من اكون، والتاني العالم من حولي. المحور الاول اللي هو من اكون، في موضوعين، انا مميز واسرتي، في نوعين من القصص، قصص مشتركة والقصص الموجهة. المشتركة دي يعني استماع فقط، الطفل بيسمعها وبيشوف فيها مجموعة كلمات شائعة زي أبي وأمي والحاجات دي، الطفل بيلاحظها، تمام، بيسمعها في القصة كتير، فبنبدأ إن احنا نناقشه بقى في القصة وكده، ونشوف الكلمات الشائعة ايه والمفروض إن هو يكون بيعرف يكتبها. طب القصص الموجهة مفيش هنا في المحور ده، من أكون مفيش قصة موجهة. القصة الموجهة دي أو الموجهة المفروض إن الطفل هو بقى بيعرف يقرأها لوحده، وإيه بتبقى بسيطة شوية، بتبقى صغيرة وسهلة. طيب من أكون، قلنا أنا مميز وأسرتي يوم مختلف جدا، وكمان بناخد مجموعة حروف مع الموضوع، يعني هنا الألف والميم. طبعا ده ترتيب المنهج الوزاري، بيبدأ ألف ميم باء فاء نون لام حاء راء تاء سين، دول كده اللي في الترم الأول. إنما طبعا كتب التأسيس ماشية بالترتيب العادي اللي احنا عارفينه، ألف باء تاء ساء جيم حاء، لأن هو لسه بيعلم الطفل الحروف دي. إنما هنا كده ده الترتيب الوزاري. خلاص هنشوف بقى هنا برضه العالم من حولي، عالمي الصغير، في النظارة الصفراء، دي قصة مشتركة، والقصة موجهة أنا أحب، وفيها مجموعة كلمات شائعة برضه، وفي في الآخر تقييم في آخر الكتاب. وآخر موضوع معانا أنا مختلف، وفي قصة موجهة اللي هي ماذا رسم أبي. طيب يا حلوين يلا بينا. طبعا انا انصحكم لو الطفل مش متأسس ما نشتغلش معاه منهج نهائي، لازم يكون متأسس كويس، وممكن نشتغل بقى معاه منهج بس ما نضغطش عليه انه هيقرأ حاجة لسه ما اخدهاش. طبعا يعني لو في انشطة او كده او حاجات بسيطة زي الحروف مثلا ويكون هو عارفها نحلها زي كده اهو، تنمية مهارات هنا في اول الكتاب. طبعا تتبع وصل، هنا مثلا الدجاجة هتروح عند البيضة، النحلة هتروح عند العسل كده، حاجات لتنمية مهارات الطفل، يعني أنشطة كده. والألوان طبعا بتاعت الكتاب جذابة، واللي بيميز قطر الندى ان هو سعر الكتب على قد الإيد يعني، وسعرها حلو جدا، يعني يعتبر من أرخص الكتب في السعر طبعا الخارجية. القصة المشتركة الأولى اهي زي ما قلت لكم، دي ما بتبقاش موجودة في الكتاب المدرسي، بتبقى موجودة في الملخص بس، فهنا الكتاب بيسهل ان انتي تقرأي له القصة عادي زي كتاب المدرسة، زي يعني اللي هو دليل المعلم اللي بيبقى مع المعلمة في الفصل، وتقدري ان انتي تحكي للطفل القصة الشائعة دي كلها ويسمع بقى
القصة المشتركة اللي بيسمع الكلمات الشائعة زي أمي وأبي، أبي أبي أمي أبي، هتتكرر معاه كتير قوي، فخلاص هيخرج من الدرس ده إن هو حافظ الكلمات الشائعة أمي وأبي. خلاص ده دي فكرة القصة المشتركة، عشان دايما ما نقلقش منها، يعني بيبقى فيها زي ما قلنا بس مجموعة كلمات شائعة. وهنا أهو كده لون المربعات التي بها كلمة أبي لتعرف كلمة السر. هنقعد نلون أبي أبي أبي، هيرسم لنا في الآخر هنا كلمة إيه؟ أبي برضو. وهنا أنشطة برضو، الأنشطة دي طبعا بتساعد الطفل تنمي مهاراته شوية، اللي هو الوعي البصري، ان هو يركز ويشوف الصور ايه ويوصلها ببعضها. طيب هنا الموضوع اللي بعده، انا مميز، اسمي ايه، انا احب لعبة كذا، طبعا الالعاب هي، انا احب فاكهة ايه، احب اللون ايه، احب الذهاب الى كذا. وهي في هنا تدريبات تاني بقى زي ما قلنا اهو، تدريبات وانشطة، وده تمهيد للقراءة. تمام، بيمهدك هنا للقراءة زي كده اهو، بنعمل مجموعة الخطوط دي عشان هي بتساعدنا بعد كده ايه، في رسم بعض الحروف. خلاص ده دليل ولي الامر لتدريس الحروف، ده بيعرف هنا ولي الامر ازاي هشتغل، هدرس الحروف ازاي هنا في الكتاب. في حاجة اسمها طبعا قصة الفصول الاربعة في فصل الربيع، ده هيقول هنا بيمثل لنا حركة السكون. فصل الصيف الحروف هتروح للشاطئ وهترتدي القبعة، دي حركة الفتح يعني فوق راسها فتحة. في فصل الخريف الحرف يلعب بالطيارة الورقية بتاعته اللي هتدور عاملة زي الضمة، يبقى ده ايه، حركة الضم. في فصل الشتاء يركب الحرف الزلاجة وينطلق متزلجا الى الاسفل، يبقى دي حركة الكسر. فاحنا بنوصلها للاولاد بالطريقة دي، بس طبعا صعب قوي ان احنا نأسس الاولاد فتح ضم كسر سكون مع بعض، ما ينفعش. لو الطفل مش متأسس قدامنا لسه وقت كبير جدا نستغله ونحفظ الحروف الاول حركة الفتح. نمشي بقى بترتيب كتاب نور البيان كده، وطبعا انا شرحه كله على القناة، هتلاقوه موجود، فما تقلقوش خالص. طيب الحروف هنا بيبدأ الكتاب يشرحها لنا ازاي، اهو هنا مثلا قصة احمد تلميذ صغير، بيقعد يحكي لنا قصة احمد، وفي الاخر يقول آ آ آ آ آ ويجيب كلمات اهو، آ ارنب، اي اشارة، او اذن، والسكون يبقى فأر. تمام، يبقى ده كده يا جماعة بالظبط نفس الايه، المنهج الوزاري اللي هيلاقوه الاولاد هيشوفوه في كتاب المدرسه. بعد كده يجيب حرف الميم بقى، قصه صغيره والكلمات عليه برضو، وبعد كده تدريبات على الميم. تمام، وهنا كتابه الميم بالشكلين، الشكل السليم والشكل المقطوع. خلاص يبقى احنا زي ما قلنا قصه مشتركه، وبعد كده الحروف، والكتاب بيمشي للنهايه كده وتدريبات الحروف. تمام يا حلوين، ده كده كتاب العربي. طبعا الالوان حلوه جدا وجذابه جدا، والطباعه والورق جودته حلوه. تمام، ده حرف الباء والفاء، انا بس عايزه اوريكم القصه. هنا قصه مشتركه تانية اهي، برضو بنحكيها للاولاد برضو بنفس الطريقه اهي. كنت عايزه اوريكم القصه الموجهه زي كده، انا احبه، دي كده قصه موجهه. طبعا زي ما قلت لكم تبقى كلمات بسيطه جدا او جمل صغيره جدا، انا احبه، وده ايه مثلا، التفاح، انا احبه البرتقال، انا احبه، طبعا الطفل يقول بقى هنا العنب، انا احبه الفراوله، يبقى هو حفظ هنا جمله ايه، انا احبه. ده كده كتاب اللغه العربيه لكي جي 1. خلاص طيب ندخل بعده على الرياضيات، لانه طبعا مش عامل ماث، يعني قطر الندى مش عامل ماث للمنهج، انما عامل ماث للتأسيس، حلو جدا، ممكن نشتغل منه برضو للاولاد لو هم لغات، نشتغل من كتاب الماث، في تدريبات برضو حلوة قوي وطريقته منظمة. ده المستوى الاول اهو الرياضيات، يبدأ هنا يعرفنا ادوات النشاط، التقويم والحركة، ايام الاسبوع، شهور السنة، والتاريخ. بنعلم الطفل يعلم على تاريخنا في اول الكتاب، كل يوم كده نصحى نحط دايره بقى على اليوم اللي احنا واقفين عليه. خلاص بعد كده بسم الله بيشرح لنا اهو بقى الارقام من اول واحد، ومدلول الرقم يعني كده واحد اهو، قطه واحده ونقطه واحده، وبيحدد لنا السهم نكتب الاتجاه ازاي، لان في اولاد بتكتب من تحت لفوق فغلط، المفروض من فوق لتحت على طول. وهنا أنشطة وتدريبات عليها. طيب وتدريبات تانية اهو، رقم اثنان برضو حطت لي نقطة هنا عشان ابدأ من هنا وامشي كده
عشان ما حدش من الاولاد يطلع من تحت لفوق، لان في ناس كتيره قوي بتقولك المهم ان الطفل يكتب ويعرفوه الكتابه غلط، يعني تعمل واحد وشرطه كده تقول له دي كده اتنين، لا المفروض انا ابدا كده اتنين من النقطه دي كده، او اقول اثنان اثنان اثنان، تمام. وتدريبات طبعا كتيره اهو على رقم اثنان، هنا كمان تالت صفحة ودي رابع صفحة، يعملها قيم طفلك بقى مراجعة، يجيب من الأول خالص واحد اثنان وبعد كده ثلاثة وتدريبات عليها ماشي، وبعد كده برضو يعمل مراجعة. وهنا كمان بيدينا الدائرة بعد رقم ثلاثة، ارسم الدائرة ويجيب لنا أشكال كتيرة على شكل الدائرة، بيعرفوا برضو الأشكال الهندسية. وبعد كده هنا تقييم للطفل ومراجعة على كل اللي فات. أربعة، الرقم أربعة برضو تدريبات عليه، لون العدد أربعة، وهنا وصل العدد بالصورة المناسبة، الطفل يعد ويوصل الأربعة ويحط دايرة على الأربعة، هنا جميل برضو. وهنا برضو تدريبات تانية وأنشطة كتيرة خالص. وبعد كده ناخد المربع مع رقم أربعة، وهنا تقييم من واحد لحد أربعة تاني. وبعد كده بقى المستطيل والعد، العد لحد رقم أربعة أهو، قيم طفلك على الفصل الاول كله اللي هو لحد اربعة، تمام. فالكتاب كله ماشي بصراحة حلو جدا في الحساب برضه بنفس الطريقة كده اهو لحد تمانية. ده المحتوى اولى، وعايزين تعرفوا هياخدوا ايه في اولى. العددين واحد واتنين قلنا لحد العد اتنين، وخدنا العدد تلاتة واربعة والمثلث والمربع والمستطيل. الفصل الثاني العدد خمسة، مقارنة الأعداد باستخدام المصطلحين أكثر من وأقل من ماشي. والعدد ستة والتصنيف حسب الشكل واللون. العدد سبعة والعد لحد العدد سبعة وتقييم على الفصل الثاني. الفصل الثالث لعددين تمانية وتسعة والعد لحد عشرة وقيم طفلك على الفصل الثالث. الفصل الرابع هياخد بقى الصفر، كتابة الأعداد وتمثيلها بالرسومات والأشياء، الأنماط البصرية، كتابة الأعداد تلاتة أربعة وخمسة وتمثيلها بالرسومات والأشياء. الفصل الخامس العلاقة بين المجموعات، التساوي والمقارنة بين الكميات باستخدام المصطلح أقل من. طبعا العناوين تخد شوية بس هي الحاجات سهلة جدا، يعني متقلقوش خالص، كل دي تدريبات أهي. يعني زي مثلا أهو الفصل السادس تمثيل مسائل كلامية على الجمع والطرح بالشكل ده كده، حازم معه ثلاثة، كاتب الرقم أهو مش كاتبه بالحروف، لأ رقم عادي. واعطاه والده واحد من دي اللي هي التوفي او البونبون، فكم بونبون معه؟ يبقى ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وواحد، هيبقوا كام؟ اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة. كل الموضوع ان هو يعد كده، كيس به خمسة من الكرة الخضراء دي، يبقى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وكم تاني؟ ستة سبعة، يبقى كلهم هيبقوا كام؟ يكتب هو بس هنا سبعة. يبقى هو اهم حاجة ان هو يكون حافظ الارقام من واحد لحد تسعة خلاص كده، او من واحد لحد عشر. وبعد كده هنا اهو الزرافة اطول من ايه، نشوف كده، نحط هنا اهو من القطة ومن الحصان اللي هي اطول من واكثر من. وهنا القياس برضو بنقيس حاجات بسيطة خالص كلها وسهلة. وهنا لون الاخف، يبقى هنا الاثقل والاخف. طيب يلا نشوف بقى الانجليش اللي هو الكونكت، المنهج الوزاري الجديد بيجي معاه طبعا كتابين زي ما احنا شايفين. الكتاب ده بتاع الكتاب الكبير، وده كتاب التدريبات او الهومورك. نشوف الكونكت كتاب الكلاس وورك او الكتاب الكبير، بيبدأ طبعا هنا اهو بالليترز كلها، بيعرفنا بتتكتب ازاي، دول الكابيتال، الكابيتال ليترز الحروف الكبيرة، وهنا السمول ليترز اللي بتبقى في النص بين السطرين اوكي، وهنا كمان السمول ليترز بس اللي بتنزل تحت السطر underline، وهنا اللي بيتكتبوا بقى بين السطرين بالظبط، دول كده اللي هما الطول اللي بيطلعوا فوق السطرين. وبعدين يبدأ بقى مراجعة A B C لحد الاخر خالص. يبقى احنا المفروض نكون داخلين كي جي 1 وعارفين كل الليترز. طب اللي لسه ما اسسش ابنه عادي جدا ما نقلقش، قدامنا لسه فرصه، اهم حاجه التاسيس، ما نقطعش تاسيس صيف ولا شتاء، لان الطفل على ما بيروح شهرين الصيف وبعد كده
بتيجي طبعا الاعياد وبتيجي المصيف وبيجي غيره، فالطفل بينسى كل الكلام ده. بنبقى عايزين نواصل معاه التأسيس بأي طريقة. بقى ده كتاب الانجليش اهو، هنا بقى كله تدريبات سهلة خالص. حرف ال H هنا hello hand honey، طبعا يحفظهم oral، المفروض يعني شفوي كده. هنا color look and color، لون برضو اللي هي letters. وهنا بقى النمبرز كلها كاتبها لنا برضو مراجعة، كلها حاجات بسيطة طبعا، activity حلوة قوي يعني أنشطة. وهنا count and color، count color and write، هتلون هتعد وتكتب الرقم هنا. وبعدين هنا listen and trace، تتبع النقاط دي هنمشي عليها، ودي كمان. وهنا نوصل بقى، نقول للطفل احنا نقرأ له الكلمة وهو يوصلها. بي فين النحلة؟ اهو هنوصل النحلة، تمام. وبعد كده الكلمات اللي بعدها play hello ball friends goodbye، فالطفل هيبقى عارفهم كده. ونحفظه طبعا what's your name، هيقول I am، يقول اسمه، تمام. ده كتاب الانجليش. وطبعا فيه هنا اغاني اهي، دي song، محادثات بسيطة كده. ده المنهج بتاع الوزارة. وطبعا هو هنا عمل لنا في قطر الندى جايب لنا برضو phonics تقريبا اهو، هنا اهو ال H، هنا review، مراجعة بقى on unit 1 على الوحدة الاولى، كلها جايب كل الكلمات اللي جت فيها في اليونت. وهنا hello I am، اهلا انا اكون، what's your name، و I am والاسم، what is this، ما هذا او ما ذلك. وهنا it's a flower، ده كذا ده كذا ده كذا، لما يكون حاجة غير عاقل طبعا. دي طبعا محادثة بسيطة المفروض نعلمها للاطفال يعني، يبقى حافظينها oral كده. وهنا my body بقى unit 2، my body الجسم بتاعي ايه، يبدأ برضو يعرف الطفل بقى هنا الحواس كلها، تمام. اهو هنا يكتبها. طبعا لو مستوى طفلك اقل من المنهج ده ما تضغطيش عليه في المنهج ده خالص، اهم حاجة يحفظ الليترز كلها ويحفظ اصواتها ويعرف فونكس كويس عشان يعرف يتهجى. يبقى ما نقعدش احنا بقى نحفظه على كل حرف ثلاث كلمات، النظام القديم بتاعنا ده ما ملناش علاقة بيه خالص، انسوه نهائي، تمام. اهم حاجة ايه عندي؟ ان الطفل يعرف يقرا ويتهجى اهو. فهيبدأ ناخد الشورت فاولز، يعني في جوان ده المفروض ياخد الشورت فاولز، اللي مش عارفها برضو انا شرحها على القناة، اديها للاطفال بالتفصيل. والمهم ان احنا نعرفه ان هو يعرف يتهجى علشان يعرف يقرا بعد كده والموضوع يبقى سهل. انما لو قعدت احفظه مثلا ايه انت، ايه ابل، ايه ارم، ويقعد يحفظها عفوا وينزل بيها، فالموضوع يكون صعب قوي. مجرد حفظ الكلمات بس ومش هيعرف يتهجى ولا يقرا بعد كده اي حاجه، وكل ما يحفظ اكتر بعد كده خلاص يعني هينسى بقى كل الكلام ده كله تاني. انما لو بيعرف يتهجى ويقرا يبقى الموضوع هيبقى سهل وهيتهجى اي كلمة، تمام كده. يا رب الريفيو بقى يكون عجبكم، معلش طولت عليكم بس عشان تعبنا، زوري تعبني شوية. ان شاء الله اصور لكم بقى كل جديد ينزل بخصوص التأسيس او منهج الوزاري فيما يخص الكيجي، تابعوني ان شاء الله. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع لديه الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.